مرحبا. بأيار نام على سطح الدار، هيك بقول المثل. دق العلماء نقوس الخطر بعد اكتشافهم بقعة ميتة ضخمة بقاع خليج عدن، وذلك بسبب الانخفاض الحاد بكميات الأكسجين بالمياه نتيجة تلوث الأنهار من المخلفات الصناعية اللي عم تقتل معظم الحيوانات المائية وعم ترفع نسبة التلوث بالمياه. بالعودة لطقسنا ربيعي دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عادية، بحر متوسط الموج، حرارة 123. اليوم طقسنا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهبوب رياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 617 مليمتر، السنة الماضية 606 والمعدل العام السنوي 766. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 24، على المرتفعات 20، بالبقى 11 والأرز 9، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم 27 ببينوت، 28 شباب، 30 طرابلس و19 الأرز، 20 بأرطبة و28 عرسال، 19 فقرة، برمانة 28 وبيروت 30، صيدا 30 والنبطية 26. الرطوبة بتتراوح بين 45 و 65%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ 24 30 الأحد 23 29 والتنين 21 28. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض العواصم العربية والعالمية. درجات الحرارة على الشكل التالي: الكويت 36، 32 بدمشق مع هطول للأمطار، الرباط 20، روما وأثينا هطول للأمطار، برلين 18 وباريس 19. وهيدا كان كل شيء. باي.